ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله يا شباب بعد الريكورد ده هتلاقوا فيه لينك فيه كل الملفات والبي دي اف وكل المذكرات وكل حاجه انتوا هتحتاجوها ان شاء الله. تمام. الريكورد ده ايه؟ الريكورد ده شرح ان شاء الله الرود ماب بي دي اف اللي انا هبعته، اللي هي الكورسات اللي احنا هندرسها ازاي، ايه هو اصلا الجروب، بيعبر عن ايه، ازاي هتمشي فيه وهكذا. تمام. ونبذه طبعا عن المجال وايه هو. بص يا شباب، صلى الله على النبي، احنا عندنا اكتر من مجال في البرمجة. المجال اللي احنا عايزين نركز عليه ايه هو؟ مجال الويب. ايه هو مجال الويب؟ عشان تفهم مجال الويب لازم تفهم المجالات اللي حواليه. باختصار يعني بتبسيط كده، عندك كذا حاجة زي ايه؟ زي الابليكيشن اللي هي الموجودة على الديسكتوب، عندك مجال مثلا برمجة الابس اللي هي على التليفون، وتنقسم لكذا حاجة، اندرويد وايفون او اي او اس يعني. تالت حاجة الويب اللي هو اي موقع الكتروني انت بتدخل عليه، مثلا يوتيوب، مش التطبيق، لا، اللي انت بتدخل عليه من على الكمبيوتر، اللي هو من المتصفح من جوجل كروم او كده، او من التليفون عندك من جوجل كروم او سفاري او اي متصفح تقدر تدخل عليه على المواقع الالكترونية، هو ده الويب. تمام. فالويب اللي هو اي صفحة الكترونية موجودة على الانترنت. طب عشان مجال الويب ده هتتعلم المربعة بتاعته بينقسم ليه اصلا؟ بينقسم لاكتر من جزء. ازاي بينقسم لاكتر من جزء؟ يعني انت اللي انت بتشوفه اول ما تدخل الموقع ده بيكون اسمه فرونت اند، وهقول لك معناها ايه دلوقتي. وفي جزء تاني اسمه باك اند، وفي جزء تالت اسمه فول ستاك. ده اصلا اشرح لي كده ببساطة ايه هو الفرونت اند وايه هو الباك اند وايه هو الفول ستاك. تعال ناخد مثال بسيط كده، مثلا على الفيسبوك. تمام. انت حالا دلوقتي لو دخلت على الكمبيوتر عندك ودخلت على المتصفح وفتحت الفيسبوك، انت اي حاجة شايفها بعينك، اي حاجة شايفها بعينك في الموقع، الوان، عناصر، تكست، صور، فيديوهات، كل حاجة انت شايفها بعينك. تمام. دي اسمها فرونت اند، اللي هو الواجهة الأمامية، مش الواجهة الأمامية، الواجهة الأمامية اسمها يوزر انترفيس، ولكن هو برمجة الواجهة الأمامية اللي انت الحاجة اللي انت بتشوفها عينيك قدامك، الفرونت. تمام. فدي التسمية جت من هنا، الفرونت اند، او الجزء الخاص بالجانب اللي اليوزر بيشوفه. تمام. تمام جدا. الباك اند، انت دلوقتي لو دخلت مثلا على الفيس، زي ما قلت لك احنا دخلنا دلوقتي على الفيس وقاعدين مع بعض، لما بتسكرول مش بتشوف بوستات؟ اه، بشوف بوستات. البوستات دي مش بيكون فيها داتا، اللي هو مثلا المحتوى، الصور، الفيديوهات، الحاجات دي. الباك اند دي الداتا بتكون جايه منه. الداتا بتكون جايه منه ازاي يعني؟ يعني الواجهه الاماميه دي مجرد بتعرض الجزء ده. تمام. زي ما كده مثلا كده انت تكون في مطعم، فالاكل اللي بيجي قدامك ده هو مثلا لو هقول اللي هو الفرونت اند، المطعم او المطبخ اللي جوه هو ده اللي بيظبط الدنيا، هو ده اللي بيعمل الاكل وبتاع، حاجه بعيد عنك، بعيد عن رؤيتك، انت مش شايفها، انت بتشوف النتيجه النهائيه اللي هي الفرونت اند اللي قدامك، اللي هو طبق الاكل اللي قدامك، لكن حاجه بتطبخ جوه ده اسمه باك اند، انت مالكش دعوه بيه، انت مش شايفه بس بيحصل، مش عشان انت مش شايفه يبقى مش بيحصل. تمام. تمام. يبقى اليوزر العادي ما بيشوفش الباك اند، بس بيشوف الفرونت اند. الداتا اللي في الفرونت اند جايه من الباك اند. بتيجي ازاي؟ دي ان شاء الله مستقبلا هنشرحها وهنفهم ايه الاي بي ايز، وازاي بنتريف الداتا، وازاي التعامل مع الداتا بيس. طب ثانيه واحده، انت قلت لي في باك اند، طب في جزء في الباك اند ده اسمه داتا بيس. يعني ايه داتا بيس؟ عارف الداتا والصور والحاجات دي؟ اه، هي مش جايه من الباك اند؟ اه، جايه من الباك اند. طب الباك اند هي متخزنه في الباك اند؟ لا، هي متخزنه بحاجه اسمها داتا بيس. يعني داتا بيس يعني مثلا لما انت بتروح مطعم وتطلب اكل، الاكل ده بيكون متخزن مثلا في ثلاجات او كده، بيطلع يتجهز اهو، تجهيزه دي الناس اللي بتجهز هم دول الكود بتاع الباك اند، لكن الداتا اللي متخزنه، الستوك اللي موجوده في الثلاجات، ده اسمه الداتا بيس. تمام كده. تمام. فالصور اللي انت بتشوفها على الفيسبوك والحاجه دي بتبقى موجوده في الداتا بيس، بس مسحوبه من خلال الباك اند وبتتبعت لك على الفرونت اند. تمام كده. تمام. فده الفرونت اند وده الباك اند. طب ايه هو الفول ستاك؟ الفول ستاك هما الاتنين مع بعض بقى، اللي هو حاجه كده باكج، خد يا اسطى. تمام. فانت عندك الفرونت اند وعندك ايه، الباك اند، مع بعض اسمهم فول ستاك. طب حلو جدا. طب دلوقتي انا عايز اعرف ايه هي اللغات اللي انا بتعلمها عشان اشتغل او عشان افهم طريقه برمجه الويب. تمام.
عندنا لغات كتيرة، تعالى كده اجيبها لك من زمان شوية. في الأول كنا بنفصل الفرونت إند، مع مش بنفصل الفرونت إند، كان الفرونت إند والباك إند كانوا الاتنين مع بعض. بمعنى يعني كنا مثلا بنبني صفحات اللي هشرحها لك من شوية، وأقول لك معناها إيه ال HTML وال CSS والجافا سكريبت والكود اللوجيك، كان كله بيتجمع مع بعضه في ملف بي اتش بي، فأنت كنت بتشوفه. فده كنا بنتعلمه، كنا مثلا نتعلم HTML و CSS و JavaScript، دي اللغات كلها انا بقولها لك، و PHP و JavaScript ومثلا MySQL كنا بنتعامل. ده كان الويب ساعتها، ما كانش فيه مصطلح فرونت اند لوحده او باك اند لوحده، لا كان في حاجه اسمها ويب ديزاينر اللي هو انت بتصمم الموقع، في واحد اسمه باك اند ده كان متخصص شويه، كان بيبقى فاهم اكتر في الماي اس كيو ال، فاهم اكتر في الداتابيز، فاهم شويه متعمق في السوفت وير انجينيرنج، فاهم ازاي يبني موقع، ازاي فكره الاستراكشر، فاهم. فهو ده كان ساعتها التركيز الاكتر، كان يقول لك الباك اند هو ده الدماغ، الويب ديزاينر ده اللي بيصمم بس، تمام. لكن دلوقتي الفرونت اند بقى بيكتب لوجيك، بقى مطلوب منه برضه انه يفهم فكره السوفت وير انجينيرنج، مطلوب منه انه يفهم استراكشر، مطلوب منه يفهم اساسيات، مطلوب منه يفهم الجوريزم وداتا استراكشر وداتا بيز وسوليد برنسبل وديزاين باترن، ليله كبيره ساعتك. فدلوقتي الفرونت اند والباك اند يعتبر متساويين في ناحيه الصعوبه، بل ممكن تقول الفرونت اند اصعب شويه لو هتدخل في مجال من مجالات الجافا سكريبت اللي هي مبنيه على جافا سكريبت. بيبقى صعوبتها في ايه؟ صعوبتها في كميه الحاجات اللي انت بتدرسها. ابسط شويه في الباك اند، الباك اند لو في تراك على الجافا سكريبت مش بيكون بالتعمق اللي انت بتتعمقه في الفرونت اند، فاهم؟ وهشرح لك قدام دلوقتي. طب تعالى كده نقول مثلا زمان كنا من نتعلم HTML و CSS و جافا سكريبت و PHP و MySQL ونشتغل، تمام. طب يا اسامه قول لي كده الاساسيات اللي احنا محتاجينها، لو او دلوقتي احنا بنستعمل ايه؟ دلوقتي احنا بنستعمل حاجه اسمها فريم ووركس، اطر عمل او لايبريز، مكتبات. ازاي يعني؟ فصلنا الفرونت اند على الباك اند، بدل ما انت كنت تروح المطعم الراجل اللي كان بيطبخ فوق راسك او جنبك وانت شايفه والدنيا كلها مع بعض كده، لا احنا وسعنا المكان، بقى المطبخ لوحده انت مش شايفه، الدنيا هناك الاستوكات زي ما هي، الاكل زي ما هو بيتظبط، يطلع الطباخ يعمله لك ويتقدم لك زي ما انت عايز كده في المطعم، فحاجه كده نظيفه وهاديه والدنيا ايه مستقر. فده دلوقتي اللي حاصل دلوقتي، تمام. ده دلوقتي اللي هو ايه، الفرونت اند منعزل عن الباك اند، تمام جدا. طب كده معناها انك هتتعلم حاجات خاصة بالفرونت وهتتعلم حاجات خاصة بالباك. في حاجات مختلفة كتير ما بين الاتنين، بس في تقاطع ما بينهم. ازاي تقاطع ما بينهم؟ لما تدخل في القطر العامل اللي بقول لك عليه، بمعنى في تراكات معروفة عشان تتعلم الفرونت اند والباك اند مع بعض وتشتغل. زي ايه؟ زي اكتب ورايا لو انت بتكتب، تمام. زي اسمها ميرن ستاك، زي مين ستاك، زي رارافيل وفيو جي اس، زي دوت نت وانجولر الى اخره. ففي اطر عمل كتيره وفي تراكات كتيره، تراك اللي هو بيجمع لك شويه لغات معينه ويقول لك ده اللي انت هتشتغل بيه، تمام، او بايثون وجانجو. ففي لغات برمجه كتيره جدا، عمرك ما هتكون محاط بكله، انت لو مسكت لغه واحده بس وتعمقت فيها هتاخد عمرك كله وتفوقت فيها. فما فيش حاجه اسمها انا اخد كل اللغات واتعلم كل اللغات، لا لازم تتخصص. في البداية هيكون الحوار جنرال، بس جنرال في التخصص. ازاي يعني؟ مثلا هتاخد تراك الميرن، هتاخد تراك المين، هتاخد تراك الرارافيل بي اتش بي، هتاخد تراك الدوت نت مع الانجلر، هتاخد مثلا تراك البايثون مع ديجانجو، هتاخد مش عارف تراك كذا تراك كذا، فاهم. فاللي هو انت بتتعمق او بتاخد حاجة جنرال بس في التخصص نفسه، مش تقول لي مثلا هدرس الميرن والمين والفيو لا انت كده مش هتتعلم حاجة، انت كده بتضيع وقت. فلازم نتخصص في حاجة. طب الجروب هنا، الكورسات اللي هتتنشر عليه هتتنشر لتراك ايه؟ لتراك الميرن. ليه الميرن؟ الشغل بتاعه اكتر، تمام. موجود في مصر، موجود بره مصر، تقدر تشتغل فيه في شركات في مصر، تقدر تشتغل في شركات بره مصر، فالدنيا متيسره فيه كويس. باقي المجالات ما فيهاش يعني، لا فيها، بس انا اكتر حاجه اقدر افيدك فيها الميرن ستاك، هو ده التخصص بتاعي او الحاجه اللي انا شغال بيها. نعم، دلوقتي الشغل بتاعي بقى اكتر سوفت وير انجينيرنج وبروبلم سولفنج اكتر، بس اللي قعدت فيه فتره واللي شغال برضه فيه لحد دلوقتي الميرن ستاك، فده اللي هيفيدك او اللي هقدر افيدك فيه باذن الله. تعالى كده بقى نفصص الميرن ستاك دي.
ايه كل رمز، ايه كل حرف من دول بيرفير لي ايه، بيدل على ايه. الام هي المونجو داتابيس، تمام. واقول لك ايه هي، الاي الاكسبريس جي اس، الار الرياكت، الان النود جي اس. ما حفظتهمش وما كتبتهمش وانا عارف، ما تقلقش هيكون موجودين في البي دي اف، بس انا بشرحها لك. زي ما قلت لك الفرونت اند وفي باك اند، صح؟ اه. طب الفرونت اند عشان تتعلمه محتاج اساسيات قبل ما تروح للمرن، محتاج اساسيات. ايه هي الاساسيات بتاعت الفرونت اند او للباك اند؟ برضو اتش تي ام ال، سي اس اس، جافا سكريبت، دول لازم تعرفهم. وبالذات لو انت فرونت اند لازم تتعمق جدا في الجافا سكريبت، تمام. آه. طب بالنسبة للتعمق، بالنسبة للقطرة اللي عمل هتدخل بقى في فكرة الميرن ستاك، تمام. فاكر الداتا بيز الستوك اللي انا كنت بقول لك بياخدوا منها ويطبخوا وبتاع؟ الداتا بيز في انواع منها كتيرة، في راشنال داتا بيز، في نون راشنال داتا بيز، دي التايبس بتاعت الداتا بيز. طب انا اتعلم ايه؟ اتعلم حاجة اسمها مونجو داتا بيز بس. لا مش بس، هتتعلم بقى كده ماي اس كيو ال واللي هي الراشنال داتا بيز وكده، ولكن بداية هتتعلم المونجو داتا بيز. دي اللي هي موجودة في نفس التراك اللي هو الميرن ستاك، تمام. فاول حاجة، اول حرف في كلمة الميرن هي المونجو، اللي هو الداتا بيز النون راشونال داتا بيز اللي هي المونجو، تمام. الاي اللي هو الاكسبريس، اللي هو اطار عمل مبني على برضو الجافا سكريبت، بيخليك تعمل او تبني او تشتغل باك اند، تمام. الار رياكت، دي اكتر حاجة انت هتركز عليها في البداية وهتشتغل فيها في البداية، اللي هي مكتبة الرياكت. مكتبة الرياكت دي اللي مبني بيها ايه؟ مبني بيها فيسبوك، مبني بيها نتفليكس تقريبا، مبني بيها مواقع كتير، تمام. فالرياكت هي دي اطار العمل، او مش اطار العمل، المكتبة اللي بيتبني بيها الفرونت اند. الاكسبريس بيتبني بيها الباك اند. المونجو داتابيز دي الداتابيز، تمام. الان بقى اللي في الاخر، الان دي اللي هي النود جي اس. ايه النود جي اس؟ هي قصة طويلة كده او هبسطها لك. هبسطها لك. زمان كنا بنشتغل بالجافا سكريبت قبل 2015، كنا الجافا سكريبت ما كانتش حديثة بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي او اللي انتوا هتشوفوه بعد كده. ما كانتش تعتبر بروجرامينج لانجوج، كانت سكريبتنج لانجوج. الى حد ما لحد دلوقتي تعتبر تصنف سكريبتنج لانجوج، بس فيها فكرة البرمجة برضه، فكرة البروجرامينج لانجوج بقى فيها او او بي، تقدر اوبجكت اورينتد بروجرامينج، ما كانش موجود زمان. من بعد 2015 اتوجد بقى فيها الكلاسز، اتوجد فيها الاو او بي، اتوجد فيها شويه مميزات كتيره خلتها بقت فعلا بروجرامينج لانجوج. طب من بعد فكره النود جي اس اللي طلعت تقريبا 2010 2011، ابتدى الجافا سكريبت تتبنى عليها، اللي بتخليك تقدر ترن الكود بتاع لغه الجافا سكريبت على التيرمينال، تمام. بقت تخليك تشغل الجافا سكريبت على التيرمينال، تمام كده، تمام. ما بقتش محتاج انك تشغله على البراوزر اللي هو جوه الكروم، لا بقيت تقدر تشغله على التيرمينال على طول وتتعامل معاه، تمام. الاساسيات بتاعت الفرونت اند والباك اند زي ما قلنا اتش تي ام ال، سي اس اس، جافا سكريبت. طب انت عايز تروح فرونت اند هتتعلم رياكت، طب عايز تروح باك اند هتتعلم نود جي اس، اكسبريس جي اس، مونجو. ايه ده الباك اند اكتر؟ لا مش اكتر، هو النود جي اس والاكسبريس دول بيبقوا باكج كده مع بعض، والمونجو داتابيز دي داتابيز، ده عادي فهي ممكن تتعلم غيرها اصلا. طب الفرونت اند ايه ده؟ طب الفرونت اند رياكت بس؟ لا، ما انت في دنيا جايه بعدها. ازاي؟ الرياكت دي الاساس، لكن بعدها ان شاء الله هتتعلم فريم ورك مبني على الرياكت اسمه نيكست جي اس، ده هتلاقيه برضو في البي دي اف. هتلاقي حاجه اسمها تيلويند سي اس اس، دي مبنيه على السي اس اس. هتلاقي حاجه اسمها شات سي ان، دي مكتبه كده بتاخد منها كوبي بيست يعتبر. بوت ستراب، بس انا مش بنصح بيها، يعني بقول لك لا ما تدرسهاش دلوقتي، ما بقتش محببه يعني. يعتبر اغلب المراكز بيدرسها لك عشان ايه ده، واو ده انا خدت بتاع كوبي بيست حطيتها اشتغلت، فتحس نفسك خلاص وصلت، فهم يستغلوك من الحته دي. يعني مش فكره يعلموك، لا هم بيستغلوا فكره الانبهار بتاعك، اللي هو ايه ده انا اتعلمت، ده هفضل مع المكان ده على طول، ده مفيش زي اتنين، لا في كتير، بس انت حاكم نفسك في حته البوت ستراب، تمام يا شباب. فاول ما هنتعلم ان شاء الله هنتعلم HTML، دي الهايبر تكست مارك اب لانجوج، دي اللي هي البنيه الاساسيه او الاستراكشر الخاصه بالويب، البنيه الاساسيه اللي هي زي الطوب الابيض كده او الطوب الاحمر اللي انت بتبني بيه البيت بتاعك. لسه ما عملتش نقاشه، لسه ما ظبطتش، ما عملتش ديكوريشن، ما لونتش، ما عملتش اي حاجه.
تيجي مجال للسي اس اس. السي اس اس هي بتنظم لك العناصر، بتدخل لك مثلا التكست في المكان الفلاني، بتظبط لك، تضيف لك الوان، تضيف لك اشكال، تظبط لك البوزيشن بتاع كل الاليمنتس الموجوده، بتظبط لك الدنيا، تضيف لك انيميشن، تضيف لك حاجه سموث، حاجات كده تمام، اللي هي زي ما نقول كده النقاشه بتاعت الموقع. الجافا سكريبت دي الماسكولر سيستم، او اللي هي نظام العضلات من الاخر اللي موجود في الموقع، هي اللي بتقدر تحرك العناصر، تقدر تتحكم فيها، تقدر تحددها، تقدر كل حاجة تعرف تعملها بالجافا سكريبت. الجافا سكريبت هو اكتر لغة هتكون انت مركز عليها في التراك ده، لان هي مبني عليها كل حاجة، مبني عليها الفرونت اند اللي هو الرياكت، مبني عليها اللغات اللي بتاعت الباك اند او المكتبات او الفريم وركس حسب ما انت بتحب تقولها بتاعت الباك اند، اللي هي النود جي اس والاكسبريس. فده كله تمام يا شباب. الجافا سكريبت من اهم الحاجات ان شاء الله اللي هتدرسها. الرياكت مكتبة بتخليك تبني الموقع بتاعك، بس حاجة اسمها كومبوننت. كومبوننت يعني ايه؟ مثلا عايز تعمل نافبار، عايز مش عارف تعمل مثلا سيكشن معين، فبتجمعهم في الاخر ويبقى الحوار اسرع، البرفورمانس بيزيد الى اخره، لما تدخل فيها هتفهم اكتر، وهتلاقي في PDF كاتب لك كده لمحة عن كل واحدة. تمام جدا. الموقع هنا، الجروب هنا ان شاء الله هيكون توجيه، يعني هقول لك تذاكر ايه وامتى وازاي، والحاجات اللي تذاكرها والحاجات اللي تسيبها، وذاكرهم في مدة قد ايه، وما ينفعش يتجاوزوا مدة كذا. تمام. فهو من الاخر اللي هو بشارك معاك خبرة الحمد لله السنين اللي فاتت. مش هشرح انا بنفسي، مش هيكون انا اللي بشرح، لا هيكون كورسات هبعتها لك في PDF دي اللي هتذاكر منها ان شاء الله. كلها مجانية، يعني مثلا كورسات على اليوتيوب، كورسات على ممكن تلاقي مثلا كورسات رخيصة جدا، ممكن تلاقي برضو على اسمها يا ربي اليوديمي او كورسيرا. وهسيب لك مصادر برضو ليها تاني مجانية خالص، برضو على اليوتيوب، فما تقلقش من حتة المجانية ومش مجانية، بس يبقى عندك فكرة المسؤولية. مش عشان الحاجة مجانية يبقى الحاجة ملهاش لازمة، لا. لما بدأت أنا زمان بدأت بكل مصادري مجانية، فعادي يعني. تمام يا شباب، والتوفيق بإذن الله. ده يعتبر ملخص، أو مش ملخص، هو شرح شامل وكامل للدنيا إن شاء الله بتاعتنا تبقى ماشية إزاي، وهو المجال. وبالتوفيق بإذن الله. سلام يا شباب.